بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وإحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معنا قصة من مصر لأخت معها سحر مميت، سنسمع قصتها إن شاء الله، سنسمع قصتها. وهناك أسئلة وهناك تعليقات جميلة بدي أقرأهن. صراحة كنت اليوم حابب كثير أتكلم عن سورة البقرة، ومنشوف كيف بيسوقنا الدرس، لأنه في أسئلة بحب أجاوب أنا على أسئلة. نعم، بحب أجاوب على الأسئلة من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. نسمع القصة عشان نستمر في الدرس، وعشان تعرف سبحان الله، بلغوا عني ولو آية، هي لربما من يعني من أعظم أحاديث رسول الله، من باب إنه يحثك على إنك تبلغ. لكن كيف نبلغ في هذا الزمان؟ عليك أن تعيش، عليك أن تعيش، عليك أن تملك حقيقة. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندهم حقيقة، الأنبياء كان عندهم حقيقة، نعم كان عندهم حقيقة، وسألوا الله، ما استحوا أن يسأل الله. سيدنا إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، وسيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك، والرسول عليه السلام أخذه الله جل في علاه في رحلة الإسراء والمعراج ورأى من آيات ربه الكبرى، وصحابة رسول الله رأوا ما رأوا من معجزات كانت تقع لرسول الله، وعلموا رسول الله التوحيد حتى عرفوا الله فتفننوا في طاعة الله. لكننا نحن اليوم نعرف أوامر الله، نعرف أوامر الله، ولكن لا نعرف من هو الله جل في علاه، كيف يستجيب، لماذا يستجيب، وكيف لماذا لا يستجيب. والصراحة هنا يدخل أهل التنظير، أي نعم، أي يدخل أهل التنظير الذين ينظرون بدون علم، ما عاشوا ولا شيء، خلص فقط يأتوا يفسروا أحاديث وخلص، يعني هو شاطر بالتفسيرات، يضلل الناس بغير علم. نعم يضلل الناس. إذا ما في عندك خارطة الطريق، إذا دللتني على الاستغفار وأنا لم ألزم الاستغفار فعندي مشكلة. أنا الرسول عليه السلام قال إلزموا الاستغفار، إلزم الاستغفار، لأنه في سؤال هنا بدي أجيب على هذا السؤال بالنسبة للزوم الاستغفار، وأنتقل إن شاء الله للقصة وبعدين نكمل الأسئلة إن شاء الله. لكن في كمان تعقيب لبعض الإخوة، يعني تعقيب في الجروبات، جروب التليجرام، هناك إخوة طبعا مشرفين موجودين في كل مكان، لكن جروب التليجرام أو قناة التليجرام هي كبيرة، فيها عليها أكثر من 12 ألف متابع، وهناك تطرح أسئلة من المتابعين من منتسبين، فيجيب عليها أشخاص آخرين من المنتسبين. إخوة الكرام، هذه الجروبات أنشئت عشان هناك مشرفين، إذا وضعتم أسئلتكم إن شاء الله ستصلني أسئلتكم، لكن لكثر انشغالي بفضل الله وأنا أحاول أن أجيب. لا تأخذ الجواب من أي متابع، ولا أي متابع، ولا أي متابع، لا تأخذ الجواب الذي تسأل عنه من المتابعين إلا إذا جاء لك بالدليل مما أنا بيّنت، مما أنا بيّنت، لأن أنا بعلمك كيف نبلغ آية. فالموضوع ليس أن نأتي بكلام الآخرين، مفهوم؟ فخذوا الكلام مني شخصيا، وإن لم تجدوا اتصلوا إلي، في هناك مشرفين، وصلوا كلامكم للمشرفين وسيأتيني. وإذا بتلاحظوا أنه الكلام يدور تقريبا يعني نفس الموضوع، هو الاستغفار، بالاستغفار ستخرج من كل ما أنت فيه، بالاستغفار. لكن كما ألزم الاستغفار، هناك ناس جديين بالاستغفار، وهناك ناس يعني يمشوا يعني خطوة إلى الأمام وثلاثة إلى الخلف. لازم تعرف أن الذنوب هي التي حالت بينك وبين الحياة الطيبة الكريمة، فكلما قللت الذنوب وكثرت الاستغفار
قرب الفرج إليك وزاد يعني عطاء الله إليك وقربت لاستجابة الدعاء. نعم قربت إن الله يعطيك أمرك. عشان ما أطولش أنا، فلا يجوز لأي أخ موجود في القناة، في قناة التليجرام على الجروبات أن يجيب. مش مطلوب أنه يجيب، أنت هنا عشان تتعلم، فإذا أنت متعلم فمكانك ليس عندنا. فإذا أنت جاي تتعلم فدع أصحاب الذين وجدوا بفضل الله من استغفارهم، يعني المشرفين عاشوا بالاستغفار، عاشوا سورة البقرة وبدأوا يتكلموا بما وجدوا، منهم من فتح قنوات ومن أصحاب قنوات، ويتكلموا عن بلغوا عني ولوآي مما وجدوا. هذا أول شيء. ومن يتجاوز هذه المعلومات سيتم حظره، يعني صراحة سيتم حظره، لأنه إحنا ما موضوعنا ليس موضوع إنك أنت تيجي، أنت جئت لتتعلم لتعرف كيف نعيش الآية وثم تنتقل لتبلغ هذه الآية. فإن وصلتها إلى درجة إنك أنت عن جد قطفت ثمار كل شيء، لازم يكون نعرفك، لازم حقيقة يكون نعرفك، وقد أرسلت إلينا تسجيلك الصوتي في قصتك ونزلناها وهكذا، وفي منهم نستقطبهم مشرفين معنا من أصحاب القصص. ده نشوف إن شاء الله سؤال. و نعم أنا قلت إنه دلالة المغفرة هو المطر، مطر الاستغفار بعد لزوم الاستغفار. وإن كان في فصل الشتاء ممكن أنك ترى رؤى في المنام تدل يعني في المطر، ثم يتحقق المطر حقيقة، لكن علينا أن نشمر. هذا سؤال أخي حجازي، عندي سؤال، هل عندما نستغفر مدة ثم يأتي مطر ومال لأول مرة، يعني ليس المدد فقط مرة واحدة ثم عودة للذنب مرة أخرى وأتوب وأبدأ استغفار مرة ثانية، هل ستمر من نفس المراحل مرة أخرى أو ماذا يعني؟ تأتيك منام ثم تمطر. لحظة شوي لأنه في كمان سؤال شبيه له. طيب وهذا كمان سؤال حقيقة، أنا تجاوزت بفضل الله 40,000 في اليوم استغفار، يعني في اليوم الواحد، ولكن أغلبها وأنا أكون منشغل، إما على جهاز الكمبيوتر وإما أمشي بالسيارة وإما أعمل أي عمل في المنزل. وقد سمعت إنه لابد أن تفضي نفسك للاستغفار وتكون هادي وتعي ما تقول، ما رأيك يا شيخ؟ سؤال، هل محمد الحجازي يستحضر قلبه عندما يستغفر؟ أقول لكم لا، وألف لا، لا أستحضر قلبي ولا بشيء، أنا أستغفر. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا يزال لسانك رطب بذكر الله. أنا لست بحاجة لأستحضر أي شيء، أنا فقط أردد، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. الآن السؤال هل هذا صحيح؟ نعم، لكن أنا قلت جميل جدا، أنا كنت أجلس بين الفجر والشروق وأردد الاستغفار، وهذا وقت جميل إنك أنت في هداوي عشان تصل إلى أعداد كبيرة. نعم، المطلوب إنك أنت تجلس. كيف أستحضر؟ فيش إشي اسمه استحضار، استحضار قلب هذا كلياته كلام فارغ، ما في. لو أننا استحضرنا قلوبنا لخشعنا في صلاتنا وما احتجنا لكل هذا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أين هم الخاشعون في الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين. وقد تفنن العلماء بكيف تخشع في الصلاة وكأنك يعني عليك أن تغير الآيات التي تقرأها، والحقيقة عليك أن تترك الذنوب، تترك الذنوب. ولسورة البقرة في أمر كبير بحضور القلب بإذن الله تعالى، حضور القلب أنت إذا بالصلاة. لكن أنا مشغول جالس مع أمي وأبوي وأنا شيخين كبيرين، أمي بتحكي معي أنا لساني أستغفر الله، أبوي بده شيء ما بيتكلم مثلا شيء أنا بجاوبه، ولكن أرجع إلى الاستغفار، من لازم الاستغفار. جالس في مجموعة في السيارة، مسافر طالع نازل، أنا بستغفر الله. أين قلبي؟ عقلي بالسيارة بالشارع، ده شوف مش أساوي حادث يعني، ده أصرح أنا. فالكلام سبحان الله، كل هذا الكلام من الذي يقوله؟ أصحاب المنظرون، المنظرون الذين ضللوا الأمة وهم سبب في هذا الضياع، يأتوا يفسروا الحديث وبالآخر، لأنه بيعرفوا حقيقة
إنه ما في نتيجة من هذا الذي قالوه. فبقول لك لا تنسى أن تستحضر الدم وتستحضر القلب، فهمت؟ عشان هيك بزدتوا لك يا قنبلي دبر حالك، وهم يعرفوا أنك لن تستحضر لا قلب ولا دم. كم دم بدك تستحضر؟ إذا الله جل في علاه شهد علينا أحصاه الله ونسوه، نسيناه. لكن ممكنك الدم بالأخير مثلا سبيت أحدا الآن وهيك يعني راجعت نفسك، نعم. أما أرجع لوراء الذنوب، من أين لي أن أتذكر أي ذنوب؟ طيب أنا لا أستحضر قلبي ولا أستحضر ذنبي، لكني أردد الاستغفار بالليل والنهار في كل حين وفي كل وقت، وإذا في جلسات بينك وبين الله تجلسها خذها، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هيك خلص أنت مستغفر، أنت مستغفر. فهذا جوابي على الاستغفار. والاستغفار هو ممحاتا للذنوب، والاستغفار نعم يعني من أهم العبادات التي تقرب إليها. يعني أنا كنت بدي أعيد كلام عن الاستغفار، لكن سبحان الله الحقيقة نحن نعيشها، الحقيقة نحن نصلح للناس ولمن نظر عن الاستغفار بفضل الله، لأن عشنا، نعم عشنا الاستغفار بكل مراحله وكل أموره، وكم أخذ من الوقت وأي صيغة وكل هذا وسنين، الحمد لله رب العالمين ونحن نستغفر. لكن يأتي لك شخص جاي عباله يعمل درس عن الاستغفار ويجمع مواد عن الاستغفار، كل الأحاديث وكل الآيات، ويبدأ يردد، وبالآخر بزدت لك كلمة استحضر ذنب، وهذا أفضل من ذاك وذاك أفضل من هذا، وهو ليس من المستغفرين وليس من قراء سورة البقرة وليس من المصلين على رسول الله، ولا معه قصة عن الحوقلة ولا معه ولا شيء أبدا أبدا، ولم يخرج يقول لك أنا لزمت الواقعة أو أنا لزمت ياسين. والله لزمت ياسين أكثر من يعني سنين، والواقعة سنين، ولكني لم أحصد منهم شيء لأني كنت أقرأها مرة واحدة كل يوم، نعم. والحمد لله رب العالمين لزمت الاستغفار وعشت الاستغفار وأعرف حلاوة، عذرا لزمت الصلاة على رسول الله، مش لزمتها، صليت كما فعل أبي بن كعب، أنه كان عنده يعني ذكر، عنده صلاة، عنده عذرا، عنده دعاء، وخليه أكثر شيء يكون دعاء بل الفجر والشروق، هاي ساعة ساعة وربع كان يدعو لنفسه. كم يدعو الشخص لنفسه؟ 10 ربع ساعة، فهو جعلها صلاة على رسول الله. لكن الاستغفار من لازمة الدعاء، الصلاة على رسول الله ما قال من لازمة، ما قال الله رسول الله من لازمة الصلاة على رسول الله، قال الدعاء يعني لربما كان ربع ساعة. مش أنا بقول لكم صلوا صلاة في جوف الليل طويلة السجود ثم ادعوا الله، هذا هو الدعاء. أجعل دعائي لك كله يا رسول الله؟ قال إذا تكفى همك وكفر ذنبك. يعني أنا لو إني أنا مثلا هاي العشر دقائق التي جلست أصلي، حتى أنظر في أذكار الصباح والمساء، تلاقي عشرة مرات في الصباح وعشر مساء مرات في المساء، ومن يعني قالها حلت عليه شفاعة رسول الله. شوف الجميل، الحمد لله رب العالمين. لكن الرسول عليه السلام قال عن الاستغفار من لازم الاستغفار. وعشان أجيب هذا السؤال، عشان أجيب على هذا السؤال، فلزوم الاستغفار هو بكل أحوالي أنا مستغفر. يعني أنا الآن قرأت سورة البقرة أتممت، أنا أرجع استغفر. أنا عم أتكلم مع الناس، جالس في الشغل في العمل في كل مكان، أنا بستغفر، أنا أذكر الله بالاستغفار، نعم أطلب المغفرة. فهذا هو الجمال الشيء. ونحن نحقق أحاديث رسول الله، نحقق أحاديث رسول الله، إذا فهمنا الحديث نعرف نطبقه. ولكن عندما تذهب لتطبيق الحديث مثلا على سبيل المثال، هناك يعني سبحان الله أصحاب منابر يعني والله لا يعرف شيء عن الاستغفار ويتكلم عن الاستغفار، والله لا يعرف شيء عن سورة البقرة، ولربما بقول لك أنا علي مليون سحر، علي مليون سحر، أنت مليون سحر عليك وأنت بكامل عقلك، يعني هذا تكاسل ولا يريد أن يعمل، هذا يريد فقط أن ينظر. نعم صدقوني، بنادم مسحور لسه منجيب قصة سحر، اقرأ سورة البقرة 4 مرات وانتهي من سحرك هذا الذي عامل حالك فيه مسحور،
وعشان تخرج من الضلالات التي تخرجها للناس، حتى لو قرأت علي حديث لرسول الله، لكن إذا ما فيه خارطة الطريق أنت ضيعتني وديتني بعتني على الطاقة. لما عنا من بلاد الحرمين كثر يعيشوا بعالم الطاقة، ليش؟ هي بلاد الحرمين يعني، أين مشايخهم؟ أين علماءهم؟ لماذا لم يبينوا مثلا للمسلم، مع أنه في بيئة هناك ممكن تكون بيئة إيمانية أكثر من مكان آخر، بالمعنى لماذا لا يبينوا للناس كيف نعرف الله؟ إذا لم تعيش إذا لم تعيش الحقيقة كيف تبينها للناس؟ لا تستطيع أن تبين للناس. فإذا أنت مسحور لازم تعرف كيف الخلاص. أنا لا أريد أن أبتعد كثيرا، لا أريد أن أبتعد كثيرا، إنه معي قصة ب 35 دقيقة الفيسبوك ينتهي، ولكن أنا قلنا بدنا نجيب على فاللزوم. الأخ الذي سأل إذا تنبت وتركت والله أعطاني المطر ثم رزق لمرة واحدة، أخي الكريم أنت تلزم الاستغفار حتى تموت. أنا بينت لك كيف تلزم الاستغفار. وهذا الحديث الذي قال عنه ضعيف أنا أقول عنه صحيح. تعرف وين بيجي الضعف؟ الضعف في الرواة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يا إما قال هذا الكلام أو قال مشابه له، مش بالضبط كما يعني دون هذا الحديث، نعم، أو إنه لم يقل الحديث أصلا، نعم. فهناك راوي العلماء لم يتحققوا منه، يعني ما عرفوا هل هذا يعني يتكلم حق ولا هو صاحب علم ولا عنده مجلدات وكتب وهكذا، مش عارفينه مثلا، فهنا ضعفوا الحديث. فهمت؟ سؤالي إذا إحنا عشنا الحديث ووجدنا كل حرف نطق فيه رسول الله صح، ماذا يحدث؟ مش محمد حجازي، ومش 1000، مش 5000، يعني أنا أحتاج إحنا 10,000 شهادي لا تساوي يعني شهادة عالم، بالله عليك، يعني شهاداتنا 10,000 إنه الحديث وترتيب عطاء الله كما جاء في نوح في سورة نوح، فالله كفانا همنا وجعلنا لنا من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرجا، والأهم أنه يرزقك من حيث لا تحتسب. هذه النقطة مهمة، مش ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ورزق وفير، ما قالها، قال ويرزقك من حيث لا تحتسب، والرزق يأتي من حيث لا تحتسب. فأخي الكريم الذي إحنا مش ملائكة، إحنا مش ملائكة، بس هذا مش معناه أني أنا مثلا لزمت الاستغفار، سمعت أبو أحمد بيتكلم 30,000 استغفار خدته أسبوع أسبوعين ثلاثة هيك في همي عالية وأمطر الله السماء، وبالفعل حصل أني أنا يعني رزقني الله مثلا مبلغ وخلاص أنا انبسطت وتركت وخلاص، وبعدين عودت سمعت الدرس بعد شهرين وعودت رجعت. لا يا أخي، لا هكذا، مش هكذا الأمور. الأمور الله من رحمة الله، من رحمة الله بيستقب لك. لنتاني عبدي مشي نتيته هرولة، فالله بيستقب لك وبيستقب لك وبيستقب لك وكمان مرة يعني، لكن رحمة الله يعني بالآخر أنت لازم عندما يحرك الله آيات حسية يا أخي، والناس لا تصدق الله يبطش بها، صدقني، مش هيك تعلمنا في كتاب الله كلما حرك الله آيات حسية كان الله يبطش بالقوم المكذبين، وأنت الله حرك لك المطر ووجدت المال الذي قال عنه رسول الله والمال الذي قال عنه الله في سورة نوح وفي سورة هود بالمعنى. فكيف تترك؟ عليك أن تلزم الاستغفار، لزوم الاستغفار استمرارية والإكثار. نعم، لما قلت أنا الواقعة كنت أقرأها مرة واحدة ما جاء منها شيء، ولا سورة ياسين، طبعا الأجر أكيد، الأجر أكيد. فكمان مثلا لما بتكثر بتتأكد إذا الشيء صار منه ولا ما صارش منه. والصلاة على رسول الله كما قلت ممكن يكون 10 دقائق، كان دعاء أبي بن كعب، وكان 10 دقائق مش قليل يا جماعة، إنك تجلس مع نفسك مثلا بعد صلاة الفجر وترفع يديك إلى الله، بتشوف ناس بترفع يديها 10 دقائق، نعم، والباقي لا يرفع يديه، وناس تراه يعني بتقول يا أخي هذا طول وهو رافع يديه، هذا عنده حاجة، عن جد صاحب حاجة بتحس. فما قال الرسول عليه السلام على الصلاة على رسول الله من لزم الصلاة على رسول الله،
لكن هو دعاء لأبي بن كعب كان لربما 10 دقائق ربع ساعة، أنا جعلته بين الفجر والشروق يعني ساعة وربع بالصلاة الإبراهيمية، ووجدت ما وجدت الحمد لله رب العالمين ما شاء الله تبارك الله. لكن الاستغفار هو ممحاة الذنوب، وعليك أن تلزم الاستغفار، ومن لم يعش الاستغفار فلا يتكلم عن الاستغفار. أنا ما قبلتش أتكلم عن الصلاة على رسول الله، لم أقبل أتكلم عن الصلاة على رسول الله، عندما قالوا لي وأنا أتكلم عن سورة البقرة والاستغفار تكلم عن الصلاة على رسول الله. والله لا ينبغي لي أن أتكلم عن الصلاة على رسول الله حتى أعيش وكما عشت الاستغفار، وخدت على نفسي عشت الاستغفار، عشت الصلاة على رسول الله 2 شهر كاملات بين الفجر والشروق، بين الفجر والشروق. والله مرات يطلع معي 350 400 420 مرة يعني الصلاة الإبراهيمية، وما شاء الله تبارك الرحمن يعني شيء جميل جدا. نعم، لكن أنا أبلغ آيتين، أنا ما بدي أتعدد في الأوراد، مشكلة إن الأمة ضاعت في الأوراد لا تحقق معرفة الله ولا من أي حديث. يا أخي حقق معرفة الله بحديث واحد، يلزم الاستغفار. لا يكفيك، لا يكفيك أي واحد في كتاب الله تقول وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. يا أخي وين موجود هذا في كتاب الله؟ مش فقط موجود بالاستغفار. لا تكفيك انك اذا انت لزمت الاستغفار فيش عذاب، وكل شيء بضايقك هو من العذاب، وكل شيء مش معجبك هو من العذاب، وكل شيء انت مش راضي عليه هو من العذاب، فالله لو عذبك يا اخي. لا تكفيك هذا، لكن الزم الزم الزم، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لزم، والملازمه الشيء عدم تركه، ومن هنا الى يوم القيامه والاعداد كبيره وفي كل مجلس وفي كل مكان. والرسول عليه السلام معروف عنه انه كان يقول، صحيح قال كلمتان خفيفتان على اللسان على اللسان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم نعم هذا صحيح، لكن الرسول عليه السلام ماذا كان يفعل؟ كان يستغفر، كان يستغفر، علمنا الدين وهو يستغفر، وكان الاستغفار هو يعني وكانه حبل الوصل بينك وبين الله، وكانه الصلاة. ما حدا يزاود علينا ان الصلاة هي الصلة بين العبد والرب، ما حدا يزاود علينا. صلاة يعني طمتها الذنوب، قال عنها رسول الله بحديث المفلس يكبك الله في بالنار فيها، والتي صامت وصلت لكنها أذت جيرانه بلسانه أكب الله في النار، والذي خلى في محارم الله. عشان تعرف أنه هاي الصلاة اللي بتصليها إذا أنت لا تستحي من الله كمان سيكبك الله في النار، أو يجعل أعمالك كلها هاي من قراءة قرآن وذكر وكل شيء، وهذا كله إذا خلوته في محارم الله انتهكتها سيجعل الله هباء منثورا. اللزوم هو ملزوم. طب أنا اليوم الحمد لله رب العالمين بفضل الله والفضل كله لله بال 2015 6 أشهر، لكن من 2022 إلى يومنا هذا رمضان 22 إلى يومنا هذا بفضل الله ما نزلت عن 10,000 استغفار. يمكن كان النزول يعني لربما خليني أقول 20-30 مرة عن 10,000، لكن بعد ما قلنا أنه خلينا أقل الورد، أقل ورد هو كما كان لسيدنا أبو هريرة 12,000، خلاص 12,000 زائد 12,000 زائد 18,000 20-30 العينين على 30,000 هكذا. عشان تلزم فلسانك كل الوقت ذاكر، ما في حاجة لا لاستحضار ذنب ولا لاستحضار قلب، لكنك انت خلاص بشغل حالك بالاستغفار. وكل منظر يتكلم قل له ماذا وجدت أخي الكريم، فليضع يده على المصحف ويحلف يمين انه هو لزم كذا من كذا وقت استغفار، وماذا وجد وكم كان يستغفر وبأي صيغة. نعم سبحان الله، ناس بسيطة عندها قنوات، نعم عندها قنوات، عاشت الاستغفار في صيغ اخرى، وجدت الله فتح عليها، ما فيش عيب. احنا لا نحتكر الصيغة، لكن انا اتكلم عن ماذا وجدت. ما بينفع اني اجيب لك شيء لم اعشه، والله عندما حب يعني كنت أغير ما كانت تزبط معي إني أغير، خلاص الله بيقول لك اذبحوا بقرة خلاص بكفي، استغفر الله وخلاص اذبحوا بقرة. صاروا يسألوا شو نوعها وشو لونها وشو عمرها وشو هكذا، وانت خلك قولوا حطة، لا ما قالوا حطة، ما قالوا هاش للكلمة، قالوا حنطة، قالوا حبة فيها شعيرة، نعم. لكن انت يا الله خلق قلت استغفر ربك، قول استغفر الله خلاص، تبحث على صيغ ليه
الله قبلها منا ويقبلها منك. وبعد الصلاة بتقولها، كل ما أتممت الصلاة بتقولها. الآن الذي عامل حاله بيعلم الناس دين وكيف يقرأ سورة البقرة وكيف يستغفر وكل هذا، خلينا خليه يتعلم من هذه المرأة. هذه المرأة تتعلم، يتعلم منها، يتعلم من هذه المرأة. صارت تعلم، هذه المرأة بتعلم صاحبة القصة، يعني هي أختنا أم رفيدة تقص قصة هذه الأخت. هناك في أخوات لربما اللهجة، لربما لا يريدون أن يخرج بأصواتهن، نعم، أو اللهجة مثلا تكون مثلا صعبة على الفهم، فبطلبوا من أخت أم رفيدة ببعث قصتهم، والحمد لله رب العالمين. نسمع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا متتبعي أخونا محمد حجازي، بلغوا عني ولو آية. هذه القصة من مصر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا أم محمد من مصر. أستاذنا الفاضل محمد حجازي، دعواتنا لك كثيرة، أسأل الله أن تستجاب. وهذه حكايتي. منذ أكثر من 20 عاما، بجد والله يشهد الله على كلامي، مسحورة سحر من بعض الأشخاص، لا أقول لكم سحر أسود ولا أبيض، أنا لا أعرف، لكن كل ما أعرفه أنه سحر مميت، خرب البيت ودمر أولادي وضاعت ممتلكاتي أكثر من مرة، وسمعت من سحروني أو من سحروا لي وهم يتباهون بما فعلوا، لكن تركتهم لله ونعم بالله، لكن تركتهم لله. كلما ذهبت لراقي يقول موضوعك صعب جدا ولا أستطيع عليه، ولو أعاند الراقي وأراد التكملة لعلاجي أنا أقوم بتهديده أن يتحدث الجن على لساني فيستهزئ الراقي ويقرر التكملة فتحدث له مصائب كثيرة، ثم يقرر تركي دون تكملة علاجي. قررت حينها أن أطلب من ربي أن يفتح لي باب فرج ولا أسأل غيره من البشر. أنا لم أستطيع قراءة سورة أنا لم أستطع تقول قراءة القرآن منذ 2012، كنت أتلعثم وأتعب جدا. ربي وضع أمامي قناتك سيد حجازي، ولقد سمعتك تقول البقرة 4 مرات، قلت كفاية 2 على قدر حالتي، لأني تعبانة فشعرت برعشة وضيق شديد بعد كل مرة أقرأها. قلت في نفسي يمكن ال4 مرات، تقول قلت في نفسي يمكن ال4 مرات تجيب النهاية وتتعالجي بإذن الله وتخلصي من همك. أول مرة تعبت عادي، زهق وضيق وخنقة، وثاني مرة كذلك، ثالث مرة رأيت آيات القرآن تتحول كأنها ربت قالت أو البرود حادة معدنية، شعرت أنني ولو وضعت يدي على الآيات تمزق يدي، فقاومت، ثم رأيت دودا يخرج من بين الآيات. طبعا هيئ لك من طرف الجن والعياذ بالله أن هناك دود يخرج من بين الآيات والعياذ بالله. تقول ثم رأيت دود يخرج من بين الآيات لأني أخشى من الدود جدا جدا جدا، لذلك خوفوني به كي أخاف. قاومت ثم رأيت دودا يخرج من عيني وفمي وأنفي، وهذا كله كنت أشعر به طول 20 عاما، كأنه يأكل لحمي، وكنت أراه في المنام، كان جلدي مليء بالدود، لكن قاومت وقرأت 4، فيها حدث شيء عجيب، صرخت بأسماء أشخاص معينة وتوعدت لهم بالقتل لأني أحرق بسببهم، هذا كلام جن على لساني، وأيضا أصبت بالعماء الجزئي حتى لا أكمل 4. استعنت بالله وكملت، رأيت جسم داخلي يشبه جسم الإنسان لكن متفحم تماما، ورأيت 3 أشخاص يخرجون من جسمي لكن يخرجوا متقطعين قطع على هيئة قطع لحم مشوي،
ورأيت رجلا شق جنب العمود الفقري لي في ظهري وأخرج منه ثعبان أسود والعياذ بالله. إذن تقول أختنا وأخرج منه ثعبان أسود، وكان ظهري في الحقيقة منحني استقام بعد هذا الحدث، والفضل يرجع لله. ثم خف الألم الذي في ظهري، والله يشهد على كلامي. ثم رأيت رأيت أشباحا تخرج من بيتي. كان أولادي يقولون هناك أشخاص يتحركون في البيت على هيئة دخان. ذهبوا وغادروا منزلي أمام عيني، أشهد الله. ثم هدأ البيت. ربي لك الحمد، ربي لك الحمد، ربي لك الحمد. هذا ما قالته أختي الكريمة، ويبدو أنها أخذت سورة البقرة 4 مرات مرة واحدة. فطبعا سيضيف تفصيلا الأخ محمد حجازي، أخذ سورة البقرة 4 مرات مرة واحدة دائما، مثل سبحان الله العلاجات كلها، العلاجات النفسية، العلاج بالحجامة، بالرقية، هناك جلسات علاجية وهناك جلسات وقائية. فعليك أن يعني تقرأي سورة البقرة كمان على الأقل شهر ونصف بحول الله، ليتبين لك أمرك كله، ولتنجلي بصيرتك، ولتشلحي كل سوء وأذى إن شاء الله. كانت هذه قصة أختنا أم محمد من مصر، إن شاء الله لا أكون قد أخطأت في الأسم. نعم، هذه أم محمد من مصر، نلقاكم في قصة قادمة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير أختنا أم رفيدة التي قصت قصة عن أم محمد. لكن كنت حابب أم رفيدة تتكلم، هي تقرأ سورة البقرة من 2006 مرة واحدة، وأخذت سورة البقرة 4 مرات ونزلت قصتها وتكلمنا عنها، ماذا وجدت وكيف تغير كل حالها. نعم سبحان الله، أصحاب خبرة، أصحاب معرفة. سورة البقرة 4 مرات لا يشبهها مرة واحدة. نعم سورة البقرة إن شاء الله ستجليك من كل الأصحار التي عشعشت فيك سنين طويلة. الله جل في علاه يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. أكثروا إخوتي الكرام، دعكم من المنظرين، رددوا وستعيشوا الحياة الطيبة الكريمة. لماذا نخلص من الشيطان؟ لأنه هذا الشيطان يأمرنا بالفحشاء. طيب لماذا بدأ السحر أصلا؟ هو عقاب لنا من الله لأمرين. أول شيء بدنا نعرف شو معنى سحر. الله يريد أن يعرفنا، ما بينفع إني كلمة سحر بعد بكذبها بعدين هاي الكلمة إذا بديش أعيشها. فالله عيشنا كلنا بهذا السحر. والثاني هي من باب العقاب، لأنه إحنا كيف نخرج من هذا؟ نخرج بهذا عندما نلود إلى الله، فنتوب إلى الله من كل ذنوبنا، ونلزم الاستغفار أولا إن شاء الله، عشان يأذن الله برفع هذا العذاب عنا. وبسورة البقرة، وكان الله يدلك على سورة البقرة بالاستغفار. نعم، فتأخذ سورة البقرة، أنا أخذتها 4 مرات، 3 مرات، 2.5 مرتين، خلص أنا دعيش مع سورة البقرة. أنا مع سورة البقرة، هذا لا يدل إني لا أختم كتاب الله. ولكن هناك من لا يقرأ ولا شيء ويتكلم عن كل شيء، لا يعمل ولا شيء ويتكلم عن كل شيء. نعم هكذا في من الشكل تصل معهم، ونحن نعرفهم، يعني نعرفهم ونشهد عليهم بهذا الكلام، ويشهد عليهم من حولهم. نعم، ويسمى حالهم مسحورين. مسحورين اقرأ سورة البقرة يبطل عنك السحر. نعم جاهد نفسك، نعم جاهد نفسك عشان تترك هذه الأنا العظيمة التي موجودة في صدرك، أو في كل من في صدره شيء. سورة البقرة ستنسف الرياء والأنا والبغض والحقد والحسد هذا الذي في صدور الناس، وتنقلك إلى محبة الناس، محبة المسلمين، الرحمة في المسلمين، وليس الكيد والمكر والحمد لله رب العالمين. فسأني هذا الدرس وأدخل في درس آخر إن شاء الله. كنت حابب أتكلم عن سورة البقرة 4 مرات، لكن الاستغفار ولزومه، وأن تبقى أنا مستغفر كل الوقت. سمعتوني وأنا أسمع القصة وأنا بستغفر، أنا ما أسمعها ولكن لساني بيقول أستغفر الله، وأنا بسوق السيارة أنا مراقب للشارع وأنا أستغفر الله، ولو كنت في محاضرة وأنا منتبه بستغفر الله.
مفهوم؟ فالاستغفار هو لزوم، ما فيه حاجة للاستغفار قلب ولا شيء، لكن الذنوب عليك أن تتركها وتري الله أنك تتركها، وإن كان غلبك الذنب سورة البقرة ستحلق لك هذا الذنب عندما تأخذها 4 مرات. في البداية مرة ممكن تكون أنت تشعر أنها أفضل يعني جميل، لكن عندما يعني تستقر مع سورة البقرة تحتاج إلى 4 مرات، مش صعب والله، ما هي صعبة. يعني في ناس بتمرض ما بتترك راقي، ما بتترك طبيب لو كان خارج البلاد. طيب الله يريد أن يطهرك، يطهرك من هذه الذنوب وهذه الشياطين والأسحار وأعمالها والحسود للسنين والعيون التي عليك من سنين، كلها تريد أن يطهرك الله منها. 4 مرات جربناها وجدناها، وجدنا المتابعين عندنا هذه الأخت أم رفيدة يعني 18 سنة وهي تقرأها، لعندما أخذتها 4 مرات شهر ونص أو شهرين لا أذكر، انقلب الأمر كله معها، لا تشبه. نعم، فالأمور إنك أنت ترتاح، الأمور إني أفهم مراد الله، الأمور إني أنا مع سورة البقرة إني يهدأ بالي. نعم يهدأ بالي، يعني أنا أفهم ما في عندي شيطان يأمرني بفحشاء كما يأمر هذول أصحاب في من أصحاب المنابر يأمرهم عندك 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 ويظن هو على خير، يعني حتى المتابعين عنده لا يزدادوا، صفر، ما بي عنده متابعين، كل القنوات تكبر وهو خزعبلات، كله كلام، الناس تبحث عن خلاصها. نعم الناس تبحث عن خلاصها، الناس بدها تعرف الله، بدها تعرف ليش الله لا يستجيب، بدها تعرف لماذا نحن في ذيل الأمم، بين لها وهكذا. الحمد لله رب العالمين، على كل من هو مهموم مكروب يلزم الاستغفار، والاستغفار حتى من سيسوق الله جل في علا إلى سورة البقرة التي ستحلق كل الخرافات التي في رأسه. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قصص لا تنتهي، الحمد لله رب العالمين، الناس وجدت وعاشت الحمد لله رب العالمين.